نحن في نقاش كبير جدا عن موضوع التحويلات الاجتماعية وسياسة الدعم، ونحن صرحنا في عدة مناسبات آخرها البارحة في قناة الحياة بأن الذين فهمناه نحن من دعوة السيد رئيس الجمهورية للم الشمل هو أساساً وأكاد أقول حصرياً هو حول الاتفاق على تطوير سياسة الدولة فيما يتعلق بالتحويلات الاجتماعية التي تأخذ كل سنة 17 مليار دولار، وكذلك سياسة الدعم. سياسة الدعم حقيقة هي أصبحت عبء كبير على التنمية، ومعالجتها تتطلب رؤية شاملة وليس إجراءات تقنية فقط كما نسمع، تتطلب رؤية شاملة هدف وفي آخر المطاف وتحقيق التنمية. هدف في آخر المطاف هو أن يكون المواطن مكتفي وغير محتاج، هو غير محتاج لسياسة الدعم. لأن اليوم أيها الأخوة الأفاضل لو نتحدث على وقف الدعم، يعني في الحقيقة ممن سيتضرر منه ليست الطبقات الفقيرة المسحوقة. الطبقات الفقيرة المسحوقة هي أصلا مسحوقة الآن. الذي سيتأثر من التغيير المفاجئ لسياسة الدعم الاجتماعي هي الطبقة الوسطى اللي يسلكوا في حدود 5 ملايين و6 ملايين و7 ملايين، يعني هؤلاء جميعا سيتأثرون تأثر كبير، وجزء كبير منهم سينزل تحت مستوى الفقر. يعني مسألة دقيقة ومحرجة، في نفس الوقت تمثل عبء على التنمية، تمثل عبء على الاستثمار، ولكن معالجتها تتطلب في الحقيقة رؤية سياسية واقتصادية شاملة، عبرنا عليها بكثير من التفاصيل وليس المجال للحديث عنها.